دكتور أسامة عطعوت في ورشة عمل حول نزاع واقعي من نزاعات التحكيم الهندسي. دكتور أسامة مصطفى عطعوت، قبل ما نقول أي حاجة نقول إن هو من أقدم المحاضرين لدى أكاديمية العدالة من 2007 تقريبا. هو أول محاضر معنا كان في التعلم عن بعد عندما بدأناه في 2011، وأطلقنا دبلومة التحكيم التجاري الدولي مع جامعة اسكندرية بنظام التعلم عن بعد عام 2012. بنعتز بيه جدا، هو أستاذ قانون زميل معهد المحكمين المعتمدين بإنجلترا، وهو دكتوراه في الحقوق من قسم القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس. له تدرج في الوظائف، هو طبعا الوظيفة التي نعرفه عنه هو عضو هيئة البحوث والتدريس، هيئة المواد النووية بمصر ووزارة الكهرباء والطاقة بمصر. أيضا هو كان معارا كاستشاري قانوني وعضو هيئة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بقطر. له العديد من الخبرات العملية والعلمية، هو خبير تدريب وتنمية المهارات القانونية بالعديد من معاهد ومراكز التدريب الدولية والعربية، وأستاذ قانون وخبير تدريس مواد القانون والتدريب على مختبراتها بالجامعات العربية، محقق قانوني خبير في تدريس المواد القانونية بنظام التعلم عن بعد. أعد العديد من الخطط التدريبية القانونية وفقا للمتطلبات التدريبية، وإعداد كافة البرامج والأنشطة التدريبية القانونية وفقا للخطط الموضوعة، وأعد العديد من الحقائب التدريبية. سوف نكتفي بهذا القدر حتى لا نطغى على وقت المحاضرة، فليتفضل الدكتور أسامة عطوط. شكرا جزيلا معالي المستشار الدكتور ابراهيم فهمي، قائد مسيره العداله على مدار سنوات السنوات، حسبما يعني افرض فاسهب فقال ان العداله منذ 2007 في هذا المجال التدريبي الراقي. تشرفت بالاستماع والاستمتاع والانصات على مدار امس واليوم على فترات كبيره لزملائي الافاضل المشاركين في هذا الملتقى الهام، وكلهم قامات يشار إليهم بالبنان. في الواقع طبعا هو هذا العلم ابتدى الفيدك منذ يعني فترة ليست بالكبيرة، منذ سنتين تقريبا ابتدى الفيدك يأخذه مأخذ الجدية، ووضعوا في التعديلات بتاعت عام مثل ما قال زملائي الأفاضل تعديلات عام 2017، لأنهم يمكن في تعديلات 2017 الفيدك ركز على بعض الأمور، يمكن ده كان صدر في 5 ديسمبر 2017. الفيدك نشر طبعة تانية من كتبه الأحمر والأصفر الفضي، وضع معايير عديدة لعقود وأعمال البناء والهندسة الدولية. الطبعة الثانية دي جت بتغييرات جوهرية قد تؤدي فعلا إلى إدارة أكثر فعالية للعقود. هذه التغييرات بتتمثل في إنه في أحكام محسنة لإدارة العقود، أصبح في وضوح أكبر فيما يتعلق بالالتزامات بالأحكام المحسنة لإدارة العقود، أصبح في وضوح أكبر فيما يتعلق بالتزامات الأطراف مع طلبات إخطارات رسمية أكثر، إجراءات توجيهية مثل زيادة في مراعاة الأحكام بحيث يكون لعدم الامتثال لهذه الأحكام نتائج ملزمة، على سبيل المثال في حال اعتراض المقاول على شهادة الدفع النهائية بموجب البند 20 فقرة 2 من كتاب الأصفر الفيدك. أيضا أدخلوا أحكام جديدة فيما يتعلق بالإنذار المسبق لإعطاء إشعار مبكر عن مشكلة محتملة، بحيث إن احنا نحاول نتفادى هذه المشكلة منذ بدايتها. أيضا ركزوا على، وده بيت القصيد، على تجنب المنازعات، وده أمر في غاية الخطورة. ليس من الشطارة إن أنا أدخل في منازعة أكسبها أو أخسرها، ما يفرقش، الاثنين بالنسبة لي سيان، لأنه في النهاية حتى لو كسبت هذه المنازعة أنا أرهقت، أنا وقفت العمل، أنا أرهقت كثيرين،
حتى لو الشخص الآخر هو يتحمل كل المطالبات المتعلقة بهذه المنازعة عن طريق التحكيم، لكن الميزة إنه إزاي أتجنب هذه المنازعات. وده يمكن حتى في تقييماتنا لبعض الشركات بنشوف هو دخل في كام تحكيم، حاجة اسمها التأهيل المسبق، يعني حينما أريد أن أؤهل شركة من الشركات للقيام بعمل من الأعمال لا أعتمد على سابقة الأعمال فقط لا غير، وإنما أعتمد على الكيان، كيان هذه الشركة. من ضمن الكيانات أو المكونات لهذا الكيان لهذه الشركة بنظر إلى الجوانب المتعلقة بالمنازعات، كم منازعة دخل فيها، كم منازعة دخل في هذه الشركة، كم من المنازعات دخل فيها تحكيم، كم منازعة كسبتها، كم منازعة خسرتها، كم مطالبة. فبالتالي من ضمن الأمور اللي بتؤهل الشركة وبتصب في إيجابيات الشركة أنها هل تجنبت المنازعات التي اعتورت تنفيذها لعمل أو لمشروع من المشروعات أم لا. علشان كده ابتدينا نركز تركيزا كاملا، وده في المحور الثاني لمحاور المنتدى اليوم، على مسألة تجنب المنازعات، كيف أتجنب هذه المنازعات. وده اتساقا مع اتجاه الفيدك لعام 2017 اللي أكد على أنه ليس بالضرورة أن تؤدي كل مطالبة إلى حدوث نزاع، وعليه فإن مجلس قضاء المنازعات السابق والمسمى الـ Dispute Adjudication Board أعيد تسميته إلى مجلس تجنب المنازعات، بحيث أنه بدل ما بقى DAB بقى DAAB، وبالتالي تم تعيين هذا المجلس طوال فترة المشروع. دكتور أغولة كان وضح لنا أن يفضل أن أنا ما انتظرش إلى أن أنا أعين هذا المجلس بعد وقوع المنازعة أو خلاص يعني إحنا داخلين على منازعة، لا، يفضل أن منذ البداية يعيش ويتعايش معايا هذا المجلس في المشروع كيما يكون تحت بصره كافة المستندات الخاصة بالمشروع، كافة الأعمال التي نفذت، كافة الترتيبات، كافة المواد الإكوبمنتس المعدات الآلات. إذن تعيينه طوال فترة المشروع، اجتماعه الدائم مع أطراف المنازعة وأطراف تنفيذ المشروع أو أطراف النزاع اللي احنا بنسميها منازعة محتملة، كل هذه الأمور ستعطي نوع من أنواع القوة لهذا المجلس. أيضا التعديلات بتاعة 2017 أجريت تعديلات على مسائل متعلقة بإجراء المطالبات، كانت مطالبات المقاول محكومة بالمادة 20 فقر ألف، بينما كانت مطالبات صاحب العمل كانت محكومة بالمادة 2 فقر 5 مع وجود التزامات مختلفة لكل منهما، كان في عبء أكبر ملقى على عاتق المقاول. أما الآن ووفقاً لهذه التعديلات اللي هي أجريت على عقود فيديك 2017، فيتم تناول إجراء المطالبات فقط في المادة 20، وفيها تكون التزامات متبادلة، بما يعني على سبيل المثال يجوز إبطال صلاحية مطالبة صاحب العمل في حالة عدم تقديم إخطار المطالبة في غضون الفترة الزمنية المحددة. أيضا من ضمن التعديلات تم تعزيز دور المهندس في الكتاب الأحمر والأصفر تحديدا، أيضا في مسألة حدود المسؤولية تم استبعاد الخسائر غير المباشرة أو التبعية في هذا الإصدار من حدود المسؤولية، بحيث أن في يقضي هذا أضرار التأخير والتزمات التعويض عن تهكات حقوق الملكية الفكرية والإهمال الجسيم من مطالة المسؤولية، وبتقدم الفيدك تعريفا مقترحا للإهمال الجسيم. أيضا تم تعديل تمديد الفترة الزمنية ليشمل صروف إضافية مثل التأخيرات الناجمة عن كيانات المرافق الخاصة. فيما يتعلق بالتعويضات تم توسيع نطاقها لكل من رب العمل والمقاول، على سبيل المثال يقدم المقاول الآن تعويضا لضمان أن الأعمال ستكون مناسبة للغرض الذي صممت من أجله تعويضا لهذا الأمر، كما يتعاقد أيضا صاحب العمل بالتعويض عن خسائر الأضرار التي تلحق بممتلكات موظفيه أو الوكلاء المعنيين. أيضا في تعديلات تتعلق بالشروط العامة من عقود الفيدك استكمالها أيضا من خلال أحكام
خاصة لمراعاة متطلبات خاصة للمشروع أو المتطلبات القانونية المحلية وفضول الإصدار الثاني المعدل بشكل موضعي موسع. من المرجح أن تكون أي مفاوضات سابقة للتعاقد الاتفاق على الأحكام الخاصة أكثر تحديداً أطول مما قد يكون عليه الحال باستخدام إصدار 99 على سبيل المثال. الطبعة الثانية بتدعو الأطراف إلى الاتفاق على من يتحمل مسؤولية التأخير، هو موضوع عادة لا يكون موضع محادثات بسيطة بل يكون في جولات وجولات من المفاوضات، وده يمكن ده الحاجة اللي احنا بناخدها على الفيدك. هو كل ده عايز يوصلك لحاجة معينة، انه ارجوك تجنب المنازعات، ارجوك يعني كن اكثر حرصا على التفاوض حتى وان كان هذا التفاوض سابقا للعقد فهو افضل، لانه كلما يعني قرانا بعضنا البعض كلما ذوبنا ما بيننا من فروقات لا شك سيكتمل المشروع وسيتم انشاؤه واكتماله على اكمل وجه. وده اللي دفعني، يمكن انا اسف لهذه المقدمه الطويله، احنا المفروض ان احنا في ورشه عمل ولسنا في يعني تنظير او يعني استكمال للمحاضرات القويه العمليه والنظريه ايضا في هذا المجال، لكني حاولت ان انا الفت نظركم الى شيء اهم جدا زملائي الافاضل سبقوني اليه بصوره مستفيضه، هي مساله تجنب المنازعه. من هنا احنا بنعرض على حضراتكم نزاع محتمل بحيث انه حضراتكم من خلال هذا النزاع المحتمل عايزين رأي حضراتكم. يعني انا يمكن معالي الدكتور غولة قال انه القانونيين لما بيدخلوا في النزاع بيتعبوه، يعني بالذات في مرحلة اللي هو تجنب او مجلس تجنب النزاعات يفضل ابعاد القانونيين بصورة او باخرى. نعم، إذا كان هذا القانوني ليس يعني ليس بالعمق الكافي لموضوعات التحكيم، ليس بالعمق الكافي للموضوعات المتعلقة بالمنازعات الهندسية بالعقود الهندسية، لكن إذا ما كان له علاقة وله عمق ولديه خبرة في هذا المجال يحبث أن يكون مجلس تجنب المنازعات، لا اختلاف في هذا الأمر مع الدكتور أول على الإطلاق، بل اتساقا مع ما يقوله. فعلا هناك بعض القانونيين بيكون وجودهم معوق إلى أبعد مدى، يعني بيكون كما يقول الكتاب أفق ضيق لا يستطيع أن يوسع هذا الأفق، بالتالي بيكون وسيلة من وسائل احتدام الخلاف وليس حله. لكن إذا ما مثلما القانونيين قاموا بإعداد العديد من المهندسين الزملاء الأفاضل والجيولوجيين والمتخصصين في كل مجال على إجراءات التحكيم وهي إجراءات قانونية بحتة، مثلما يتعين على القانوني أن يتدرب تدريبا جيدا ويعي طبيعة هذه التعاقدات الهندسية، يتعين عليه أن يأخذ الحس الهندسي الذي أشار إليه الدكتور إغولة في محاضرته، بحيث أنه حينما يكون لديه إمكانية في الدخول في مجلس تجنب المنازعات يكون لديه هذا الحس الهندسي بجانب العمق القانوني فيفيد المجلس بصورة كبيرة. أنا عندي عقد تشييد منجم للبحث عن الذهب وتقييمه بمنطقة في جنوب الصحراء الشرقية في مصر، منطقة مرسى علم، ويمكن لمن لا يعلم منطقة مرسى علم ومنطقة جنوب مصر صحارى مصر هي ممتلئة تماما بخيرات عديدة حتى الآن لم تستكشف، ومعانا طبعا شمال السودان في هذا الأمر أيضا. من ضمن الخيرات العديدة الثروة المعدنية لدينا يعني كميات كبيرة من الذهب بنحاول إن احنا ننقب عنه. فهناك شركة من الشركات، هي شركة أشرنا إليها بمسمى فردي، هي شركة إسبانية وهو يعني مسمى افتراضي لا نستطيع أن نجهر بالاسم، لها حق امتياز البحث والتنقيب، وعفوا لغير القانونيين عارفين حضراتكم
إنه الثروات المعدنية لا يتعاقد على البحث والتنقيب عليها إلا بموجب حق امتياز مثلها مثل البترول، لأنها يعني حقوق الامتياز دائما بتبقى شيرينج ما بين الحكومة ممثلة مثلا في هيئة الثروة المعدنية وزارة البترول أو ما إلى ذلك، وبين المستثمر الذي يستطيع الذي يريد أن يستثمر في هذا المكان. فهناك شركة منح لها حق امتياز كيما تبحث وتنقب عن الذهب بمنطقة مرسى علم جنوب الصحراء الشرقية. هذه الشركة أبدت رغبتها في استثمار الدراسات والخرائط الجيولوجية المتوفرة لها عن وجود ركاز كبير من الذهب، خام الأور بتاع الذهب بالمنطقة، حتى يمكنها ذلك. أبرمت عقدا مع شركة تسمى سين، سميناها بشركة المحروس المقاولات، شركة مساهمة مصرية، ليست مساهمة، بتاريخ 15/5/2020 لتشييد هذا المنجم. بنسميه منجم في هذه الحالة منجم استكشافي بالمنطقة. هذه طبيعة المناجم الاستكشافية أنا بحفرها وطلع الخام اللي فيها علشان من خلالي كي أستطيع أن أنا أقيم الاحتياط المتوافر من الذهب في المنطقة ودرجة نقاوة الذهب وجدول اقتصادية تمهيدا لاستخراج الذهب واستغلاله. الطرفين أفرغا اتفاقهما في نموذج الكتاب الفضي اللي هو التيرنكي إصدار فيديك 99، لكنهم أجروا بعض التعديلات عليه، أهمها أنهم أنشأوا مجلس تجنب المنازعات من البداية. هذا الكتاب القديم وحطوا له مجلس تجنب المنازعات، وبنؤكد لزملائنا الأفاضل المشاركين على معلومة أنه نماذج الفيديك هي النماذج، وبالتالي تستطيع أن تأخذ هذا النموذج فتضيف إليه أو تقتطع منه، هو لك، هو نموذج، لكنك إذا ما أخذته كما هو يتعين عليك أن تعي تماما ما هي الإجراءات التي يتعين اتباعها حال ظهور منازعات أو عدم تجنب هذه المنازعات. اتفق على إنشاء مجلس تجنب المنازعات منذ البداية، كما اتفق على أن يتم تنفيذ الأعمال وإنهائها خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ استلام الموقع حاليا من أي معوقات، كما تشمل المدة كافة أعمال التصاميم، كما اتفق على أن إجمالي قيمة الأعمال قيمتها 10 ملايين جنيها مصري. طيب، ما هي واجبات شركة المحروسة؟ إعداد المخططات، التصاميم، الرسومات اللازمة، شركة المحروسة هي المقاول، تنفيذ أعمال الحفر. 2، إزالة ركام الحفر من داخل المنجم وتخزينه وتشوينه على أبعاد متساوية من المنجم لا يزيد قطر البعد الواحد عن 0.5 كيلو متر من المنجم. 3، تدعيم كافة جوانب المنجم من الداخل وفقا للأساليب العلمية. بيعملوا حاجة حضرتكم زملائنا وأساتذتنا المهندسين الفنيين في هذا المجال، لازم يعمل حاجة اسمها حقن وتدعيم لجوانب المنجم كي لا ينهار المنجم على من يقوم بشق. أيضا تركيب قطار داخل المنجم، أيضا تركيب لنقل الركام أو نقل الخام أو ما إلى ذلك، تركيب نظام تهوية داخل المنجم، أيضا بتشمل الأعمال كافة جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية، كما تشمل كافة التوريدات والتركيبات. 8، تسليم المنجم كاملة تيرن كي. استلمت شركة المحروسة للمقاول الموقع حاليا من أي معوقات في تاريخ 20/5، يبقى العقد كان 15/5/2020. استلمت الشركة الموقع حاليا من أي معوقات بتاريخ 20/5/2020. مرحلة تنفيذ الأعمال، بدأ المقاول في تنفيذ المخططات التنفيذية للمشروع واستلام استعدادا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ثم قدم على الحصول على الموافقات. حصل على هذه الموافقات بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الموقع، يعني
استلم هذه الموافقات بتاريخ 22/8/2020. يبقى استلم الموقع في 20/5/2020 واستلم الموافقات على القيام بتنفيذ الأعمال في 22/8/2020. بدأ المقاول فعلا في تنفيذ الأعمال بتاريخ 25/8/2020. طيب ما هي الدفعات المالية التي حصل عليها المقاول؟ المقاول حصل على دفعة قدرها 10% من قيمة العقد وقت التوقيع على العقد بتاريخ 15/5/2020. ثم حصل المقاول على دفعة قدرها 10% من قيمة العقد بتاريخ 25/8/2020 بعد قيامه بأعمال التشوينات اللازمة لتنفيذ المشروع. بعد ما خد الموافقات ابتدى يشون بقى التشوينات اللازمة لتنفيذ المشروع. ثلاثة، حصل المقاول على دفعة قدرها 10% من قيمة العقد بتاريخ 25/10/2020 بعد الانتهاء من 50% من أعمال الحفر. ثم حصل أخيرا على دفعة قدرها 10% من قيمة العقد بتاريخ 25/12/2020 بعد الانتهاء من 100% من أعمال الحفر. يعني 25 ديسمبر الماضي حصل على 10%. إذن الشركة حصلت على 40% من قيمة الدفعات المالية. ظهور الخلافات بين الطرفين. رغم حصول المقاول على ما يعادل 40% من قيمة العقد، إلا أن الشركة المالكة أو شركة EMRA الأسبانية لم تكن راضية عن أداء المقاول لتأخره في تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة بجداول تنفيذ الأعمال. زاد الخلاف بسبب عدم استطاعة المقاول استيراد بعض المعدات والتجهيزات اللازمة لنهو الأعمال، فتوقف المقاول عن كمان من ضمن ظهور الخلافات توقف المقاول عن العمل لحين تسوية هذه الخلافات. طيب ما هي أسباب النزاع أو النزاع المحتمل؟ من وجهة نظر شركة EMRA أن المقاول فشل في إعداد مخططات هندسية لا تلبي احتياجات المشروع، إن المقاول تأخر في استيراد المعدات والتجهيزات اللازمة للمشروع، إن المقاول تأخر في إنجاز الأعمال حسب المدة الزمنية المتفق عليها، إن المقاول فشل في وضع حلول جذرية لمشكلة التهوية بالمخططات الهندسية. من وجهة نظر شركة المحروسة اللي هي المقاول، إنه شركة EMRA تراخت في مساعدته في الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع، إنه هناك وجود بعض الأخطاء في الدراسات الجيولوجية المسلمة له للمقاول لعدم إيضاحها وجود صخور نارية بالمنطقة. سادة الجيولوجيين والمهندسين يعلمون تمام العلم أن الصخور النارية مشكلة كبيرة في التفجيرات التي تتم فيها، لأنها تحتاج إلى وقت وإلى تجهيزات وإلى تدعيم وما إلى ذلك. ثلاثة، تأخر الاستشاري في الرد على ملاحظات المقاول أثناء تنفيذ الأعمال. أربعة، الاستيراد توقف تماما نتيجة لجائحة كورونا. هنا عرض الأمر على مجلس تجنب المنازعات. هل القضية واضحة؟ هل النزاع المحتمل واضح؟ هل في نقراف مع بعض كده بهدوء؟ تاني، أنا بس حبيت بالراحة، أنا ممكن قريته في بعض الزملاء ما بيفضلوش القراءة مع الاستماع، فأنا حبيت إن أنا نقراه. ممكن نسأل سؤال دكتور أسامة؟ تفضل. تحسين صالح، أهلا بيك سعادة الدكتور. إذا المشروع بدأ في 15/5 تم توقيع المشروع وبدأت في 20/5 والأعمال انتهت في ديسمبر ومدتها تقريبا 7 شهور، ومدة المشروع أصلا 9 سنة. ما انتهت، هو خلصوا حفر الحفر سعادة الدكتور بس. بس يعني بس جزء من الاكتيفيتيز، جزء بس فقط لا غير، لان لسه المفروض ان حيمتد قطار داخل النفق ويبتدي تدعيم وما الى ذلك، لسه هم خلصوا اعمال الحفر فقط. اوكي شكرا. عذرا، الفقره الرابعه، حصل المقاول على دفع قدره 10% قيمه العقد بتاريخ 25/12/2020 وليس 21، بعد الانتهاء من 100%، يعني حفروا 100% من أعمال الحفر، لكن لسه أعمال عديدة
عفوا استاذي، امتى توقف العمل؟ يعني بعد انتهاء بعد استلام الدفعة الرابعة تقريبا توقف العمل. يعني هو ابتدى الأمور في خلافات فتوقف العمل مثلا، لنعتبر انه من بعد 25/12 26/12 وما الى ذلك. شكرا. عفوا. العفو دكتور. بل. لماذا يعني ليش توقف العمل؟ يعني هو المقاول من نفسه انه هو اعتيادي، في نزاعات تصير، لكن ما الذي استدعى لإيقاف العمل؟ هل الشركة المستثمرة يعني أوقفت البيمنت عليه وهو يعني قرر أنه يوقف العمل إلى أن تسوية النزاع؟ كان في زي حوار نيجوشيشن ما بين الاثنين. أنت أنا شايف المخطط الهندسي لا تلبي احتياجات المشروع، أنت أتأخرت في فين استيراد، فين المعدات اللي المفروض القطار هيدخل، فين التجهيزات اللازمة لإكمال المشروع، المدة الزمنية أنت متأخر جدا، المفروض أن أنت في جدول زمني، المفروض عمليات الحفر كانت تنتهي منذ شهرين أكثر أو أكثر من شهرين، المفروض المعدات كانت تبقى يتم تركيبها وتبتدي نبتدي عمليات التركيب مثلا في شهر يناير. أين هذا الكلام حدث ما بين من وجهة نظر الشركة المالكة الشركة المحروسة؟ طيب أنت تأخرت علي أيضا في إن أنا التراخيص قعدت 3 شهور عشان أحصل على التراخيص، أنت تراخيت في إنك تساعدني في استخراج هذه التراخيص. أنا كمان كان في مشاكل جيولوجية أنت لم توضح لي في الدراسات الجيولوجية اللي أنت سلمتها لي أن هناك صخور نارية في المنطقة، الدراسات لم توضح لي أن هناك، قالت لي أن هناك كل المنطقة صخور جرانيتية وما إلى ذلك وليست صخور نارية. من هنا راح متوقف العمل، خلافات فيما بين الاثنين فتوقف العمل، فتوقف المقاول من تلقاء نفسه. معالي الدكتور، اولا طبعا انا سعيد جدا بحضرتك جدا وبالاثاره الجميله دي حضرتك دكتور علاء العناني معاك. انا بس في وجهه تصوري يعني المحدود بالنسبه ده، ان عندي هنا في الشق القانوني قانون الاستثمار 72 سنه 2017 وضع التزامات للجهه الاداره، التزامات ان هي لازم توفر التراخيص في بند 9 وبند 11 وبند 10، ولازم توفر ليهم الترخيص قبل بداية المشروع، وبالتالي وضع التزامات على الإدارة المتعاقدة ووضع التزامات على المتعاقد نفسه. المتعاقد نفسه طبعا التزاماته ان هو ينقل المشروع بحالة جيدة وينقل المشروع بحالة ان هو عملية الميكس تنقيل التكنولوجيا للإدارة المتعاقدة تاني. فالتزامات طبقا للقانون 72 طبعا هنا حضرتك أشرت ان المشروع ده معمول في مصر، وبالتالي القانون الواجب التطبيق هنا القانون المصري، وخصوصا في خصوصية العقود الامتياز البترولية. هنا الدستور هنا حدد معايا هنا ان هو القانون المصري اللي هو الواجب التطبيق. فانا طبقا للقانون 72 سنة 2017 عندي التزامات للإدارة المتعاقدة وعندي التزامات للمتعاقد. تمام. وبناء عليه انا برجع للالتزامات للجهة الإدارة المتعاقدة، لو هي ما قدرتش توفر لي المناخ المناسب للتعاقد، ما قدرتش توفر لي التراخيص، ما قدرتش تعمل لي عملية التسهيلات للتنقل للمشروع، برجع هنا الخسارة بترجع هنا على الإدارة المتعاقدة وبلزمها بتوفير كده بناء على بنود القانون وبناء على بنود التعاقد، لأنه اتعمل في ظل التشريع 72 لسنة 2017، وفي نفس التوقيت طبعا قانون 182 لسنة 2018 ده برضو أقر هذا القانون وألزم الإدارة المتعاقدة بهذه النقاط. وبالتالي حضرتك في هذه النقطة إن أنا هنا برجع لهذه النقاط، إذا كان هناك قصور ناحية الإدارة المتعاقدة فلا بد إن أنا بلزمها وبدي المتعاقد الوقت الكافي في هذه الموضوع. وإذا كان هناك طبقا للقانون برضو 72 برجع برضو للزمات المتعاقد وبشوف الزمات المتعاقد عليه، لأن أنا عندي القانون فسر 72 فسر الزمات الجهة هنا وفسر الزمات الجهة الأخرى. معايا حضرتك يا فندم؟ وفي نفس الوقت يمكن عايز أشير لحاجة حضرتك. في هذه العقود بالذات امتازت إن هي عملية شرط إعادة التفاوض، يمكن أنا أشرت لي في اللقاء يمكن شرط إعادة التفاوض اللي هو بيكل الإيد الإدارة المتعاقدة وبيعمل عملية إن إحنا عملية إعادة التفاوض تاني نظر لأي ظرف حصل في هذه الشروط. معايا حضرتك؟ وبالتالي لو إحنا رجعنا لنص القوانين كده تبقى العملية قدامي أيضا مش هيبقى فيه أصلا في نزاع عندي موجود بعد كده إن شاء الله.
سعادتك اهلا بيك سعادة الدكتور، هل مسموح الدخول في الحوار ولا كيف؟ اي شرفني، بس تأذني ارد بس عشان نوجه بس توجيه فقط فيما يتعلق بهذا العقد. هذا العقد ليس عقدا مع جهة إدارية، حتى يمكن ان نسائل هذه الجهة الإدارية عما يتعين عليه ان تقوم به. هذا العقد عقد فيما بين شركة وشركة، عقد خاص صرف على الإطلاق. الشركة حصلت على امتياز من الحكومة ممثلة في هيئة الثروة المعدنية، أسندت أعمال تنفيذ هذا المنجم الاستكشافي إلى شركة أخرى فقط لا غير. اسمح لي معالي الدكتور، المقصد هنا أن الجهة الشركة هي مثلت الحكومة، الشركة هنا عملت للصالح العام وليست للصالح الشخصي. هنا هنا دي هذه العقود النفطية اللي هي ملك الدولة، هنا مثلت للدولة، وبالتالي ده عقد إداري. طبعا العقد الإداري ليست في صورته التقليدية، ده هنا عقد إداري بطبيعة مختلطة، هو ليست عقد إداري صرف، انت معايا حضرتك، ولكن هنا عقود إدارية ذات طبيعة مختلطة دخل عليها شروط أخرى غلت إيد الإدارة من تعديل العقد الإداري بالإدارة المنفردة، غلت إيد الإدارة بسلطة الإدارة في القضاء الإداري، غلت إيد الإدارة في جهات كتير أخرى، ولكن هو عقد إداري بس في الصورة الحديثة لمواكبة هذا العصر. عفوا سعادة الدكتور، العقد الإداري أول ركن من أركانه أن يبرى ما بين شخص معنوي عام. الشركة التي نتحدث عنها شركة أسبانية، ليست شخص معنوي عام على الإطلاق، ليست مملوكة للدولة هذه الشركة على الإطلاق، ليست مملوكة للدولة للمرة الثانية، وبالتالي لا نستطيع أن نضفي صفة العقود الإدارية على هذا العقد من أي زاوية من الزوايا. يمكنك أن تستخدم مثل هذه المسألة، مثل هذه الورقة، وإحنا في مجلس تجنب النزاعات، إنه كان يتعين عليك يا شركة يا أسبانية إنك تؤمني مثل هذا الأمر في عقد الامتياز المبرم بينك وبين الحكومة وبين الدولة، واخد بال حضرتك؟ لكن أما وأننا لسنا أمام عقد إداري على الإطلاق، فالعقد هو هنا هو ده دور مجلس تجنب المنازعات الذي يمكن أن يدلي بدلوي في هذه المسألة استنادا لعقد الامتياز الذي يتعين أن تكون شركة مقاولات قد اطلعت عليه. طب حضرتك تمام، انا متفق مع حضرتك، الشركه هنا حضرتك في شركه مساهمه وبتمثل للدوله، ما دي الارض تمثل. هنا لا تمثل للدوله على الاطلاق، هي خدت عهد بمجرد ما شركه اجنبيه مثلا شركه موبيل بتاخد عقد امتياز للبحث والتنقيب عن منطقه منطقه امتياز، هي ليست خاضعه للدوله. سعاده الرئيس، عايز يا فندم اكمل لحضرتك هنا، هي حينما تاخذ هذا الامتياز لما تستخرج البترول من هذه المنطقه بتقتسم ناتج البترول بينها وبين الدوله، فاذا شركه مثلا موبيل ابتدت خدت امتياز في منطقه مثلا العين السخنه عشان تبحث عن بترول، فجات لي شركة أسامة عطوط وأبرمت معها عقد علشان يبتدي يحفر لها. هو هذا هو العقد ما بين موبيل وبين أسامة عطوط، الدولة لا دخل لها فيها على الإطلاق، بعيدة عن الدولة. لا أستطيع إن أنا أقول إن هذا عقد من العقود الإدارية، بعيد كل البعد. سعادة الدكتور، لو افترضت حضرتك زي ما حضرتك كده بتقول حضرتك، لكن في نفس ذات الوقت هيحكموا قانون 72 لسنة 2017 اللي هو بالنسبة للاستثمار حضرتك، وفي نفس ذات الوقت نفسه هيعمل التزامات على المتعاقد وعلى المستثمر. إذن هذه الجزئية تطرح من خلال مجلس تجنب المنازعات، ليس هناك مانع. عفوا، كان فيه بس تعقيب من حد من زملاء، آخر دفعة من الدفعات هي 21 ديسمبر 2020 وليس 2021 طبعا. عفوا، بنؤكد على هذا التصويب. يعني معايا دكتور علاء ناس، ان انا قطعت حديث حضرتك. لا تمام يا فندم،
إذا لا يحكمني هنا حضرتك قانون الاستثمار 72 سنة 2017 مع العلم أننا قد أختلف مع حضرتك بالنسبة لعقود الامتياز البترولية لازم تكون يد الإدارة فيها موجودة. هذا شق، والشق الآخر هو الذي يحكمني في هذا هو قانون 72 سنة 2017، وده بيحكمني في إلزامات على المتعاقد والمستثمر. هنا بالضبط إيه بيوضع عليه إلزامات ولازم يخضع ليها حضرتك، ليكن ذلك جزء من الأجزاء الخاصة بمجلس تجنب المنازعات تطرح من خلال المجلس كوسيلة من وسائل، أيوة أنا مع حضرتك، كوسيلة من وسائل رأب الصدع ووأد النزاع منذ بداياته، ليكن ليس هناك ما يمنع. لأن 72 سنة 2017 حدد الالتزامات بالنسبة للمتعاقد وحدد الواجبات المفترض عليه إن هو لازم توفير الترخيص ولازم توفير المساحة ولازم توفير التنقل، وعملته بالمواد بالنص في هذا الخصوصية، وكلمت على عقود الامتياز في هذا الخصوص بقى. تحيات تحت أمر حضرة لا يا فندم، لكن جزئية بقى إن الشركة إزاي إن الموضوع البترول لا يتم عن طريق ما يكونش عقد إداري، قد أختلف مع حضرتك في هذه الخصوصية، لكن يعني أكيد طبعا يعني هيحصل نقاش بيني وبين حضرتك أكيد في الموضوع ده يعني كتير يعني. لا هو العقد حضرتك، العقد الامتياز بيجرى ما بين جهتين، إما وزارة البترول وشركة من الشركات، ده عقد امتياز بحت لا أستطيع أن أنكره، عقد إداري بحت إذا ما كان هناك شروط استثنائية غير مألوفة قد أدرجت في هذا العقد. لا أختلف مع حضرتك، هذا العقد ليس مع جهة بترولية، ليس مع هيئة البترول، ليس مع هيئة الثروة المعدنية مباشرة، هذا العقد مع بين شركة أسند إليها امتياز حصلت على حق الامتياز وشركة أخرى مقاول فقط. لا تمام يا فندم، الشركه تمام انا متفق مع حضرتك، الشركه اللي اسند ليها عن طريق ايه؟ الامتياز فيما بينها وبين الحكومه فقط لا غير. اذا في الاصل يا فندم ده عقد اداري، انا ما بقولش عقد، ما هو ده اللي احنا لنا الشق اللي انا في الابحاث اللي انا بتكلم عليها، ان ما بقاش عقد اداري بالصوره التقليديه البحته ان هو شروط استثنائيه، لا ده خلاص دلوقتي دخل عليه شروط، ما بقتش شروط السنة، ده غلت ايد الاداره وغلت خلاص بقى حتى التعاقد من الباطل. اين الاداره سعد الدكتور؟ اين الاداره سعد الدكتور هنا؟ اين الاداره؟ اين الاداره هنا؟ انا متفق معاك مش موجوده الاداره، مش موجوده. الاداره مش موجوده. ماشي وبالتالي مش عقد اداري. يعني الاداره غير موجوده، هو في الاصل مع الحكومه ده عقد اداري، وبعدين ان هو تم ده اللي انا بتكلم عليه، ده في الاصل هو عقد اداري لان قامت على موضوع الامتياز يا فندم، لكن اللي يحكمني في هذه الخصوصيه اللي انا بتكلم عليها قانون 72 سنه 2017 هتكون لا شك انها هتكون جزئيه من جزئيات مجلس تجنب المنازعات، بحيث انها ممكن يستثمرها كوسيله من وسائل الضغط على شركه الاسبانيه الاي ام ار اي، ليس هناك ما يمنع. تمام يا فندم، تحياتي معاك، وطبعا عيد جدا بصراحه يعني ربنا يبارك سعادتك. في بعض حد ليه مداخلات اتفضلوا، انا واقرا. اسمح لي دكتور، اتفضل سعادتك. طبعا احنا بدينا في الروح في النتائج والامور الفنيه والقانونيه ونوصل للنتيجه، قبل كل هذا الكلام مجلس فض النزاعات اين هو؟ تجنب وفض النزاعات. طبعا احنا انت في البداية تفضلت وحكيت انه فيدك 99 صحيح الكتاب الفضي صحيح. فيدك 99 ما كانش فيه تجنب، كان فقط فض النزاعات في البداية ساعتك، هم لكن كتبتها انت كتبت داب دبل اي، فظاهر مع التعديل حطوا التجنب اللي هو المادة اللي أضيفت في مادة 21.3 في طبعة 2017، فبس صحيح. هذه للتنمية. أنا لما يعني طبعا قبل ما أدخل في التعليق، لا يجوز للمقاول إنه يوقف العمل حتى بأي طريقة من الطرق، هذه تؤخذ على المقاول. أنا إذا في عندي نزاع بغض النظر عن الأسباب اللي موجودة وتفاصيلها الفنية والقانونية والتعاقدية، يجب أن ألجأ إلى مجلس فض النزاعات قبل ما النقطة الأولى، قبل ما إحنا نروح للتفاصيل الفنية.
فهل تم تشكيل في مجلس فض النزاعات حسب 99؟ هو في الداء في الفضي كان اد هوك ستاند باي، بس في 2017 بقى كان اد هوك، هلا بقى ستاند باي مجلس فض النزاعات. كم هم شكلوه من البدايه فالمجلس موجود، فيفترض انه يتم سعد الدكتور حسين، هو بس يشكلوا من البداية مجلس تجنب، هم قصدوا يعني هم خدوا نموذج الكتاب الفضي إيفيديك 99 وأجروا عليه بعض التعديلات، نعم. أهمها اتفقوا على إنشاء مجلس تجنب وليس فض من البداية. لا معلش، بعد إذن سعادتك سعادة الدكتور، صدق في طبعة 2017 لما حطينا الدبل A dispute avoidance and adjudication صحيح board. تمام، هو الفض لا يزال موجود في طبعة 2017. صحيح صحيح. فهو مجلس تجنب وفض النزاعات. تمام. فأنا من الخطوة الأولى اللي بعملها في المادة 21.3 إني أحاول أتجنب النزاع، وهذه بتتم بطلب من الأطراف لمجلس فض النزاعات لإبداء الرأي. تمام. وإبداء الرأي يتم بالمشاركة من الطرفين، ليس واحد منهم لوحده، يجب أن يكون مشترك من الطرفين بيسألوا مجلس فض النزاعات عن رأيه في الخلاف، وهذا الرأي ليس ملزم، وهذا الرأي ممكن مجلس فض النزاعات أنه يتجاوزه حتى إذا أحيل الخلاف له رسميا في مرحلة لاحقة. تمام. وإذا نفس مجلس فض النزاعات ارتأى أن هناك ممكن خلاف قد يحصل بين الطرفين بسبب هذا الموضوع، فهو يطلب من الطرفين إنهم يسألوا عن رأيه في تجنب النزاع. فهذه الأمور كلها قبل، يعني اللي هي الأمور الإجرائية اللي إحنا بنبدأ فيها قبل ما نبدأ ندخل في الأمور الفنية والأمور القانونية والأمور التعاقدية. ده كلام رائع. ده كلام رائع صحيح. رقم اثنين، أنا عندي في الكتاب الفضي، في الكتاب الفضي المقاول مسؤول عن الجيولوجيا كاملة، طلع فيها صخور نارية. هلأ أنا بلشت أتكلم فنيا في داخل تفاصيل النزاع. في الكتاب الفضي، هو كتاب عقد تسليم مفتاح، عقد تسليم المفتاح طلع فيه جيولوجيا، صخور نارية، صخور كذا. أنت يا مقاول مفروض منك كصاحب عمل حسب المادة 4.10 في الفيديك أنك تعطيني كل المعلومات المتاحة بين إيديك، غير ذلك مسؤولية المقاول بكاملة أنه يقوم بعملية تحليل والدراسة هذه. رقم ثلاثة، أنا عندي في أسباب نزاع اللي طرحتها شركة المحروسة تأخر الاستشاري في الرد على ملاحظات المقاول. في الكتاب الفضي لا يوجد استشاري، في الكتاب الفضي هناك ممثل للمالك أو الامبلويرز ادمنستريشن. فأنا أصلاً ما إلك يا استشاري، يعني مش مفروض يكون في استشاري، ولا مفروض يكون هناك في حتى أجوبة من الاستشاري. أنا المقاول في الكتاب الفضي مسؤول في مسؤولية كاملة عن الأمور الفنية، فهنا ما في النقطة الثانية والنقطة الثالثة ما في للمقاول أي حق في المطالبة فيها. بالنسبة للحصول على التراخيص اللازمة، طبعا الدكتور العناني، علاء العناني الله يعطيه العافية، يتكلم على الناحية القانونية. أنا عندي عقد، أنا العقد يفترض أنه إذا كانت التراخيص جاهزة بتكون ممتازة، لكن من المالك حسب المادة 2.2 مفروض منه قدر الإمكان المساعدة في الحصول على التراخيص في الثلاث كتب، الأحمر والأصفر والفضي، مش بس في الفضي، والفضي المسؤولية على المقاول أكثر. لكن إذا كانت هذه التراخيص زادت عن المدة المتوقعة، لنفترض أنها كانت متوقعة لمدة شهر أو شهرين، كان يجب على المقاول أن يعطي إخطار بالمطالبة حسب المادة 8.5 اللي هو التأخير بسبب الجهات الحكومية الإدارية. صحيح. فهل أعطى هذا الإخطار بالمطالبة ومشى في مطالبته حسب المادة 20.1 ورتب الاستحقاق التعاقدي على المطالبة بالوقت في التراخيص في هذا الكلام؟ رقم اثنين، جائحة كورونا بدت قبل 25، قبل 15 5، قبل ما أوقع العقد، ف
فأنا عندي علم بجائحة كورونا ليست حدث طارئ على المشروع، هي لو كان العقد كان تم تعديله أو توقيعه سابقا لجائحة كورونا بنحكي إنه هذا ظرف طارئ، ما بدنا نحكي قوة قاهرة. فإذا تفاصيل جائحة كورونا أنا موجودة عندي من البداية. هذا ما يخص الرد على الناحية الفنية لمطالبات المقاول. الرد على الناحية الفنية لشركة عمرة AMRA حسب المادة 5.1 و4.1 من الفيدكر السيلفر بوك، لا يجوز للمالك أن يتدخل في الأمور الهندسية للمقاول، لأنه هذا اسمه عقد تسليم مفتاح. فإذا أنت فشل المقاول في إعداد مخططات هندسية، أنت مش من صلاحيتك يا صاحب عمل، ما في عندي أنا استشاري، أنك تتدخل في هذا الموضوع أساساً. هذا رقم واحد. وإذا كان هناك تأخير عن البرنامج، مفروض تبعث له كليم حسب المادة 2.5 في أنه أنت تعدل الأمور اللي هي موجودة عندك. هذه ما يخص المخططات الهندسية، ليس من صلاحية صاحب العمل التدخل في الأمور الهندسية للمقاول تسليم المفتاح بموجب الكتاب الفقهي. تأخر المقاول في استيراد المعدات والتجهيزات اللازمة للمقاول أيضا هذه بندخل عليها حسب برنامج العمل اللي هي المادة 8.3، وإذا كان هناك تعطيل أو تعديل بنروح للمادة 14.4 14.5 14.4 14.5 المعدات اللي لازمة، ويجب على صاحب العمل أن يقدم كليم بموجب المادة 2.5 أيضا إنه أنت يا مقاول تأخرت في هذا الكلام. رقم 3 تأخر حسب المدة الزمنية. أنا المدة الزمنية اللي استفاضل عندي فيها الاستفاضل فيها تقريبا 6 شهور 5 شهور. أنا حتى لو كنت متأخر أنا ما انتهت مدتي، ممكن يكون في عندي نوع من الريكفري بلان اللي أنا ممكن أعمله. كان يجب على صاحب العمل أن يعطي إخطار حسب المادة 8.6 اللي هي الريت أوف بروجرس. ف مشكلات التهوية، مشكلات الأمور هذه الهندسية الصاحب العمل ما إله يتدخل فيها فنيا، فالطرفين مخطئين في المطالبات تبعتهم. مجلس فض النزاعات يجب أن ينظر طبعا في الأمور الإجرائية، سواء النوتيسز أوف كليم بده ينظر في الأمور الفنية، وقد يحتاج إلى جهة هندسية لتفسر هذا الكلام. مجلس فض النزاعات يجب أن يكون على دراية بمتطلبات الكتاب الفضي اللي هي بتتكلم عن التزامات صاحب العمل، بحيث أنه لما يطلب مخططات هندسية يرفض له إياها، لما المقاول يحكي أنت ما أعطيتنيش دراسات جيولوجية يرفض له إياها. هنا الدراية اللي موجودة عند مجلس فض النزاعات. وبعدين بده ينظر في كل الأمور الإجرائية اللي هي تمت، سواء التايم بار ما يخص الكليمات المقاول أو خلافه، وبناء عليها بيعطي الديسيجن تبعه حسب المادة 20.4 بالنسبة لل 99. أنا بس هذه تعليق بسيط بشكل عام. طبعا النواحي القانونية تدرس والنواحي المهنية تدرس، لكن أهم حاجة أنه الإخطار بتحويل هذا النزاع لمجلس فض النزاعات في تجنب وفض النزاعات ومحاولة تجنب النزاع أولا، مع الاعتذار عن الوقت اللي أخذ. أشكرك جزيل الشكر مع الدكتور تحسين. أسهب مش أوجز، أسهب فأصاب. أشكرك. الله يخليك تحسين. الدكتور تحسين، أولا زي ما حضرتكم شايفين هي القصة من العمق بمكان، بحيث انها يعني خدتنا الى اتجاه انه ما الذي يتعين تعلمه في علم تجنب وفض المنازعات، ما هي الامور الحس الهندسي والامور الاجرائيه. اذا بنؤكد على ان ايضا حتى الامور الاجرائيه لها اهميه كبيره في مساله نظر الأسباب المتعلقة بالنزاعات المحتملة فيما بين الشركتين، ونستمع لحضراتكم. يعني عايزين نعرف كده رأي، أنا شفت قرأت بعض التعليقات
انه احد من الزملاء يمكن بيقترح خصم مدة استخراج التراخيص من مدة التأخير وإضافة هذه المدة إلى البرنامج الزمني، المهندس أشرف هلال أعتقد، إلى البرنامج الزمني المقاول ودراسة المدة الزمنية المتبقية هل هي مدة كافية لاستكمال الأعمال طبقا للبرنامج المقدم من المقاول، وكذلك مراجعة الخاصة بملاحظاتي على الحفر أثناء الار اف اي العمل، وخاصة بعد اكتشاف تغير نوع التربة عن ما هو مقدم من خلال الدراسات الجيولوجية. طبعا لا شك احنا القصة زي ما حضرتكم شايفين انه لا يمكن ان نعتمد على وجهة نظر فقط، وجهة نظر هندسية فقط، بقدر ما يتعين ان نعتمد ايضا على ما هي الاجراءات التي اتبعت في شأن مثلا فشل المقاول في اداء مخططات هندسية. هل المقاول يتعين عليه ان يقدم مخططات هندسية تلبي احتياجات المشروع قبل أم بعد أم أثناء؟ قدمت وقبلت، ما هو المطلوب منه؟ تأخره في استيراد المعدات والتجهيزات، ما الذي أدى إلى هذا التأخر؟ أنا لسه قدامي زي ما زملائنا الأفاضل قالوا لسه قدامي 6 أشهر قد يستطيع أن يقوم بعمل يعني بطولي وينجز هذه الأعمال في 2 شهر وليس في 6 أشهر أو 5 أشهر. تأخر في إنجاز الأعمال حسب المدة الزمنية، الجدول الزمني ما الذي سيترتب عليه؟ لازم كل هذه الأمور تنظر بصورة فاحصة. فشلوا في وضع حلول جذرية لمشكلة التهوية، طب ما هو حتى الآن الموضوع المشروع لم ينتهي بعد. وأيضا من وجهة نظر الشركة المحروسة أسمع لحضراتكم، يعني اتفضلوا في أي تعقيبات من حضراتكم بهذا الشأن. السلام عليكم دكتور. عليك السلام وبركاته دكتورنا الفاضل. مثل ما تفضل الدكتور المحترم دكتور تحسين، يعني صراحة محور النزاع هو توقف المقاول عن العمل. يعني المقاول باقي له شيء 6 شهور 7 شهور، مثل ما تفضلت حضرتك ممكن يصير إنجاز، يعني ممكن يصير إنجاز كبير، يعني إنه هو 4 شهور أو 5 شهور كمل الحفر، وهذا يعني شيء مش قليل بصراحة. بس إنه هو وقف العمل يعني بغير مثلا نعاز من الجهه المالكه واللي هي اي ام اي ار ولا الشركه اللي هي المستثمره الشركه الاسبانيه، بدون نعاز وبدون اي كليم من عنده مثلا مطالبه، والدليل انه البيمنت مالته قبل شي شهر هو استلم اخر بيمنت، يعني ما في مشكله. طيب مجلس فض النزاع الحين المفروض انه يستلم هاي الادعاءات اللي هي ما اعرف هي فيربال ولا هي فورمر تقدمت ولا هي يعني يوعز انه العمل يستمر، ومين تايم يبلش يدرس المطالبات من الطرفين ويحلها. بس القصه الثانيه، الموضوع الثاني، انه شكل الطرفين هم مش اوير بالكتاب الفضي اللي هم يعني اعتمدوا عليه في انشاء العقد، وهو هذا كمان محور النزاع. ممكن يعني يسوي لهم كلير المجلس فض النزاع ويفهمهم ويحل الديسبيوت هذا بطريقه، او تو افويد الديسبيوت او التحكيم بطريقه انه يفهمهم او يستخدم الكتاب الفضي بصوره صحيحه لحل النزاع. بس الاشكاليه الحين انه يخلي العمل يستمر، لانه ما في شيء يعني صاير، ما في ضرر حاليا يعني واضح على اي طرفين، ما في اي ضرر، انا ما اشوف اي ضرر يعني حاليا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك يا باشمهندس شعيب، فعلا حتى الان انا مش شايف اي ضرر، انا بؤيد حضرتك، لكن في بوادر لمشكله ممكن اذا ما تركت سيترتب على ذلك طبعا اضرار عديده بالنسبه للطرفين. اشكرك باشمهندس شعيب. إذا إحنا يعني بنشكر حضراتكم على هذه المشاركة، وبنؤكد على أنه يتعين علينا أن نحسن اختيار مجلس فض وتجنب النزاعات، يتعين علينا أن أو يتعين على المجلس أن يراعي كل المسائل الفنية والإجرائية التي اتبعت مثلما يعني قال أو أكد زملائنا الأفاضل في هذا الملتقى الرائع. أتمنى أن احنا نكون يعني قدمنا يعني لحضراتكم في هذا الملتقى كل ما تصبون إليه،
وبنشكر حضور حضراتكم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور أسامة، شكرا دكتور تحسين، شكرا دكتور علاء العناني، شكرا لجميع الهيئة العلمية، شكرا دكتور محمد غولة. الحقيقة يعني احنا كان حوار ثري، الوقت انتهى ويمكن تعدى شوية، ولكن احنا حاسين ان احنا عايزين نفضل مع بعض اطول فترة ممكنة. مش عارف اقول ايه، لكن انا يعني بصراحة يعني ما اقدرش اقول غير هتوحشونا. تحياتي لحضراتكم جميعا، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا للدكتور إبراهيم. شكرا. شكرا معالي الدكتور إبراهيم. شكرا.